كما ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا ياسر نور الدين. ياسر، بعد التحية، كنت سألت زميلك السابق من واشنطن رامي جبر عن هل وجود مشكلات ظهرت كما ظهرت في ولاية أريزونا تتعلق بربما بطء في عملية التصويت بالنسبة للناخبين الجمهوريين الذين عادة ما يتجهون إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات في اليوم الأول منها؟ نعم زميلتي شيماء، بالفعل حدثت بعض المشاكل في أريزونا آلات الفرز، وأيضا في ولاية نيو جيرسي، كما أيضا ولاية بنسلفانيا الولاية المتأرجحة والتي دائما وأبدا تهدي الفوز، إما يعني تكون الفاصلة في إعطاء الفوز للجمهوريين أو الديمقراطيين. وأيضا في الانتخابات الأمريكية يعول على هذه الولاية كثيرا. هذه الولاية أيضا قد تأخرت ما يقرب مقاطعة بها، قاموا بمد فترة الانتخاب بالأمس لمدة ساعتين، وذلك لنفاذ أوراق الاقتراع. هذه هي المشاهدات. أيضا كان هناك أنباء بشكل يعني منتشر أن هناك هجوم أجنبي سبراني، ولكن أيضا مسؤول في البنية التحتية للأمن السبراني الأمريكي قد نفى هذا الموضوع تماما. ولكن بطبيعة الحال يعني كل هذه المشاكل لم تؤثر بشكل أساسي على سير العملية الانتخابية، ولكن دعيني أقول لك شيماء أنه قد يكون هذا الأمر إذا ما جاء يعني على غير هوى الجمهوريين أي نتيجة، قد يتحدثون في هذا الأمر. الرئيس السابق دونالد ترامب بالأمس قد تحدث في حدود الساعة 11:30 مساء وحيى الناخبين وحيى الحزب الجمهوري، وظهر بشكل فيه رضا معلنا عن بعض النتائج والفوز الأولي للحزب الجمهوري. لكن بطبيعة الحال هو أول من تحدث عن مسائل التزوير ومشاكل الكثيرة التي قد يتخذها الحزب الديمقراطي يعني للفوز وسرقة الانتخابات على حد تعبيراته المتعددة، كما كان في الانتخابات الرئاسية الماضية. أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا هاتفيا من نيويورك.